النبات. فالحركة في النبات بتنقسم إلى 5 أقسام. أول حاجة عندنا اللمس، أول حاجة عندنا إيه؟ اللمس. بعد اللمس عندنا اليقظة والنوم، اليقظة والنوم. بعد كده عندنا الانتحاء. رابع حاجة عندنا الحركة الانتحاء. بعدين عندنا الحركة الدورانية السيتوبلازمية، الدورانية السيتوبلازمية اللي هي الحركة الدائبة، اللي قلناها الحركة الدائبة والدائمة. بعد كده عندنا حركة الشد، عندنا حركة الايه؟ الشد. عندنا حركة ايه؟ الشد. يبقى عندنا اللمس، اليقظة والنوم، الانتحاء، الدورانية السيتوبلازمية، حركة ايه؟ الشد. اللمس في نبات بيسموه نبات المستحية. نبات المستحية ده لو أي واحد لمس ورقة من هذا النبات، الورقة زي ما هي مفروضة كده هتلاقيها كمشت في بعضيها وبصت للأرض أو بدأت تدبل كأنها عاوزة تدبل وتسقط إلى الأرض، فدي النبات المستحية. اللمس بيحدث في الورقة الملموسة بس، أما باقي الأوراق لا. طيب بعد اللمس عندنا اليقظة والنوم. اليقظة والنوم بيحدث في كل الأوراق، فبنلاقي الأوراق مع الظلام تروح منكمشة كلها على بعضيها ولما بعضيها على الساق يعني والنبات نفسه، وبدل ما يبقى مفروض هيبقى إيه؟ كله متقارب لبعضه حتى الأوراق. ولما يجي ضوء الصباح أو في النور هتلاقي الورق يبدأ إيه؟ يتفرد ويبعد عن الساق شوية وكأنه صاحي من إيه؟ من النوم. واليقظة والنوم دي بتحدث في إيه؟ نبات المستحية وبعض البقوليات، فتتقارب الوريقات بحلول الظلام مما يعبر عن نوم النبات، وتنبسط الوريقات بحلول النور. وطبعا بالنسبة لللمس احنا قلنا اللي بتتأثر الورقة اللي اتلمست، لكن في النوم واليقظة كل الورق. بعد كده النوع الثالث اللي هو الانتحاء، والانتحاء نقدر نفسره بالبلدي اللي هو التأثير بمؤثرات مختلفة خارجية زي الضوء والرطوبة والجاذبية. فلما يكون مثلا في بعض أعشاب وهي في الأرض والأرض جافة وتشعر إن في مثلا في رطوبة في حتة أرض، في أرض جنبها من ناحية الشمال أو اليمين، تلاقي النبات خد مد نفسه ناحية الرطوبة دي. ليه؟ لأنه عاوز المية. فهو موضوع الانتحاء بيتأثر بإيه؟ بالرطوبة، بالضوء، بالجاذبية. بعد كده عندنا إيه؟ بعد الـ3 حاجات دول عندنا حركة الشد وحركة السيتوبلازم.